حين قال عمر سليمان لمبارك: يا ريت جمال يسافر بره شوية. سوزان: ابني مش عاجبك في ايه يا عمر؟ سنة 2006 اتصل مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان بالرئيس مبارك واستأذنه يقعد معاه شوية على انفراد، ولما وصل قصر الرئاسة مبارك كان مستنيه. عمر سليمان وقتها كان متضايق جدا وكان باين على وشه القلق، واتكلم مع مبارك بكل صراحة ووضوح وقال له: يا ريت يا ريس ابنك جمال يسافر بره شوية. مبارك استغرب جدا من طلب مدير المخابرات وقال له: ليه عاوز جمال يسافر بره؟ رد عمر سليمان وقال: الناس كلامها كتير وانا خايف عليه، البلد مش مستحمل. عمر سليمان ما كانش بيرتاح لجمال مبارك خالص، وكان شايف ان التوريث هو الخطيئة الكبرى اللي ممكن تخلص على مبارك وتدخل البلد في صراعات محدش عارف ممكن توديها فين. جمال كان عارف مشاعر عمر سليمان ناحيته، كان طول الوقت بيحاول يبعده عن ابوه، وكان بيستخدم زكريا عزمي وحبيب العدلي في حربه غير المعلنة معاه. طبعا موقف عمر سليمان من جمال أثار غضب السيدة سوزان مبارك، واللي فوجئ عمر بيها في أحد المناسبات العامة بتقوله بصوت عالي: انت ليه دايما بتكسر مقاديف ابني؟ ده حقه وطموحه، هو مش عاجبك في ايه؟ يومها عمر نظر للسيدة سوزان نظرة ليها معاني كتيرة، لكن ما ردش عليها وسابها ومشي. ولما وصلت البيت اشتكت للرئيس مبارك ان مدير المخابرات مش بيحترمها ولا بيديها الاهتمام المطلوب، وفضلت سوزان تزن على مبارك وتحرضوا ضد عمر سليمان. لكن مبارك كان بيحبه وكان بيثق فيه وبيسمع لرأيه، وده اللي خلاه يكمل في منصبه لحد آخر يوم في حكم الرئيس الراحل. جمال ما نسيش لعمر سليمان مواقفه الرافضة للتوريث، وكان كل ما نجمه بيلمع أكتر كان بيضيق الخناقة على عمر أكتر. وفي سنة 2009 قبل ثورة 25 يناير بسنتين تقريبا، طلب جمال من أبوه أنه يتصل باللواء عمر سليمان ويطلب منه أنه يطلعه على عمل جهاز المخابرات العامة وأقسامه المختلفة ودوره المعلن والخفي. طبعا مبارك رحب بالفكرة واتصل بعمر سليمان وقال له: جمال جاي لك بكرة. ولما وصل جمال مبارك لمبنى المخابرات العامة في حدائق القبة، لاحظ أن عمر سليمان منزلش من مكتبه عشان يستقبله، وخلى ضابط برتبة عميد هو اللي يكون في انتظاره، وهو اللي خده لغاية مكتب عمر سليمان في الدور التاني. قعد عمر سليمان مع جمال مبارك في مكتبه حوالي ربع ساعة، وبعدين استدعى عدد من ضباط الجهاز عشان يشرحوا لابن الرئيس دور الجهاز وتاريخ نشأته ودوره اللي بيحدده القانون والدستور. جمال خلال الاجتماع مع ضباط الجهاز كان واضح جدا طبعا انه مش مبسوط، وما خدش وقت طويل، وبعد ما اللقاء خلص ودعه عمر سليمان عند باب الاسانسير وما نزلش معاه. لما وصل جمال القصر اشتكى للرئيس مبارك وقال له انه اتعامل بطريقه مش حلوه خالص، وقال لابوه ان المعلومات اللي عرفها عن الجهاز كان ممكن يعرفها من على الانترنت، وانه ندمان جدا على الزياره دي وانه عايز حقه من عمر سليمان. مبارك ما كدبش خبر ورفع سماعة التليفون وكلم عمر سليمان في وجود ابنه وقال له: مزعل جمال ليه يا عمر؟ رد عمر سليمان وقال له: خير يا فندم. مبارك قال له: جمال جاي زعلان وبيقوله انه ما استفادش حاجة من زيارة المخابرات وان كل المعلومات اللي عرفها موجودة على الانترنت. عمر رد وقال له: سيادة الرئيس، حضرتك عارف ان عمل الجهاز يتميز بالسرية الكاملة، ودي امانة اقسمنا عليها، وجمال مش من افراد الجهاز. مبارك حاول يلطف الموضوع وقال له: ايوه بس ده ابني يا عمر. رد عمر وقال: يا فندم انا تحت امرك، حضرتك تقدر تبعت لي خطاب من الرئاسه وانا اقوم بالاسم. مبارك فهم ان عمر مصمم على موقفه ورافض يخلي جمال يطلع على اليه عمل الجهاز، راح رد وقال له: لا لا خطاب ايه، انا مش ممكن اخرق سريه الجهاز، ده امن قومي للبلد، شوف انا هتكلم مع جمال وافهمه الموضوع. شكر عمر سليمان الرئيس على تفهم الموقف، لكن جمال منسيش اللي حصل معاه من مدير المخابرات، وسعى لإبعاده عن كتير من القرارات بعد ما أصبح جمال عمليا مدير مكتب مبارك في الوقت ده، وبعد ما همش دور اللواء جمال عبد العزيز اللي رافق الرئيس مبارك سنوات طويلة وكان مدير مكتبه وكاتم أسراره.